هي فرحة عظيمة إذ نلتقي في هذا اليوم في عيد الفطر إخوة متحابين وقد غفرت ذنوبنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يملأ به يعني موازين الحسنات يوم القيامة، وأن يجعلها إن شاء الله شفاعة لنا، وأن نلتقي دائما إخوة متحابين بعد هذا الشهر من التراحم، من التضامن، من التعاون، من الإحسان لبعضنا البعض. وأعظم شيء جمعنا في الحقيقة هو القرآن الكريم الذي صدحت به محاريب بيوت الله سبحانه وتعالى بأنغام مجودة متقنة محسنة. تعلم الناس القراءة من مساجدنا، تعلمت الدنيا من مساجدنا الكلمة الطيبة، النصيحة، الأخلاق، المحبة. هذا شيء كبير في الحقيقة، وهذا يدل على أن الجزائر فخورة بمرجعيتها الدينية والوطنية، فخورة بشيوخها، بأئمتها، بمعلمي القرآن فيها، بشيوخ الزوايا، الذين يقومون على هذا البلد. نحمد الله سبحانه وتعالى، هنيئا للشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج بعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله نلتقي أعوام مديدة وسنوات عديدة في رمضانات قادمة إن شاء الله.